هل تعلم عزيز المشاهد أن الكلب هو أذكى مخلوق على وجه الأرض يأتي بعده البعير في محيط القرن؟ واحتفاء بهذه المخلوقات الأنيقة يسرنا دعوتكم في أول مهرجان للكلاب يجمع 4 بطولات مختلفة في مكان واحد. أكثر من 250 كلب يشارك من دول مختلفة حول العالم كلها تجمعت عندنا. لا تفوتون فرصة مشاهدة هذه المسابقات الأربع عن قرب اكتشاف حماسها. أنا تراد ريتشارد كلب الأسد، تعرفوا على لابتي وبني عمي في مهرجان الكلاب.